يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن لجنة شكلت من إحدى الوزارات لدراسة مشروع في إحدى المحافظات، هل يوضع هذا المشروع أم لا؟ فقام أهالي المحافظة بإكرامنا وضيافتنا، فما حكم الأكل من هذا الطعام رغم أن ذلك لن يؤثر على نتيجة هذه الدراسة التي جئنا من أجلها؟ أنتم أكلتم وانتهيتم، لو سألتم قبل قلنا لكم لا تأكلون منهم، انزلوا في محل وخلوا معكم استعدادكم ولا تأكلوا من عندهم شيء، لكن ما دام أكلتم ما للسؤال فائدة الآن. نعم.